في إطار تفعيل برنامج تشجيع الشباب على المقاولة اللي كان دارج في صلب استراتيجية جيل الأخضر 2020-2030 لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما كتعرفوا عطات وكالة المياه الفلاحية يوم 28 يونيو انطلاق واحد المباراة وطنية لاختيار ومواكبة شباب حاملي مشاريع في الفلاحة الرقمية والذكية مناخيا. وهاد المباراة اللي كان عندها واحد اللي تسمت عطات واحد التسمية ديال أجري يونغ إينوفايت اللي مكونة من ثلاث كلمات أجري والفلاحة ويونغ الشباب وإينوفايت سي الابتكار. وهاد المباراه اللي غادي تمر عبر اربعه مراحل. المرحله الاولى اللي سالت واللي هي مرحله طلب عروض المشاريع، ومن خلال هاد المرحله تم اختيار 25 مشروع اللي محمول من طرف 44 شاب وشابه. وحنا اليوم كنتواجدوا في جامعه محمد السادس متعدد التخصصات اللي فيها تدوز المرحله الثانيه، والمرحله الثانيه اللي تهم مواكبه حاملي هاد المشاريع. المواكبه اليوم عبر معسكرات تدريبيه اللي كنسموا بوت كومب، وكذلك عبر تكوين مكثف. كذلك هاد الناس هاد الشباب هادو اللي حاملين هاد 25 مشاريع اللي هي مبتكره غادي يستافدوا من البنيه التحتيه اللي كتميز بها هاد الجامعه، البنيه التحتيه اللي معروفه على الصعيد العالمي اللي فيها لي لابوراتوار يعني مختبرات عاليه الجوده، وكذلك حقول تجريبيه، واللي غادي توضع رهن اشارات هاد الشباب من اجل تطوير الحلول ديالهم، وكذلك من اجل باش يصاوبوا ديك النماذج الاوليه لسكون ابي لي بروتوتيب ديال المشاريع ديالهم. دونك هذه المرحله الثانيه اللي غادي يستافدوا كذلك من تكوينات يعني على المقاس على حسب النوعيه ديال كل مشروع، وكذلك غادي نديروا تدريبات على كيفيه انهم يعرضوا المشاريع ديالهم امام اللجان ديالهم باش يقدروا يسوقوها. ومن بعد هاد المرحله غتجي المرحله الثالثه، وهي كتدوز المرحله غتسموا بديمو داي، ومرحله اللي من خلالها غادي يكونوا هاد الشباب اللي عرفوا هاد المواكبه انهم يقدموا، تكون عندهم لابوسيبيليتي انهم يقدموا هاد المشاريع ديالهم امام واحد اللجنه اللي فيها الخبراء ومستثمرين وشركاء في القطاع الفلاحي. وهاد من خلال هاد اللجنه غادي يتم اختيار واحد ثلاثه المشاريع اللي هي فائزه. ومن بعد غادي ندوزوا للمرحله الرابعه، وهي هاد المرحله اللي كتميز بمواكبه بما بعد التكوين، يعني غادي نواكبوهم باش يصاوبوا النماذج ديالهم وكذلك باش يخلقوا المقاوله ديالهم. وبالنسبه المشاريع اللي غتكون فائزه غادي يستافدوا واحد الدعم زيد قوي، لان غادي نوصلوا معهم جوسك انهم ياخذوا الاول طلب الزبون او سكون ابي لو بروميير بون كوموند، ويمكن لهم كذلك انهم يدخلوا في شراكات مع المستثمرين. واليوم كما كتلاحظوا حنا جد فرحين ان كنشوفوا هاد الشباب اللي حاضرين بقوه واللي جايبين معاهم واحد مشاريع اللي كتقدم واحد الحلول مبتكره اللي هتساهم ان شاء الله لا محاله في تطوير القطاع الفلاحي، لان حنا كنامن بالشباب، ان الشباب اللي هو ان شاء الله غادي يكون هو فيكتور دو ترانسميسيون ديال لا تكنولوجي. وهاد الحلول كما قلت اللي غادي تعاون القطاع الفلاحي باش يتغلب الاكراهات اللي كيعيشها، اكراهات اللي كتمثل في التغيرات المناخيه والمحافظه على الموارد الطبيعيه، اكراهات ديال تسميل المخلفات ديال الانتاج والاقتصاد الفلاحي والرقمنه وكذلك سلاسل القيم الفلاحيه. وكنتمنى ان هاد المباراه هذه ان شاء الله تخرج لنا بدي سوليسيون كما قلت اللي تساهم في تطوير القطاع الفلاحي. حنا اوني دو جونز انتربرونوز غنخدموا على مشروع جلد الفلاحي من الصبار ان شاء الله، وكنتمناو من بعد هاد لو بوت كامب وهاد لو بروسيس نخرجوا اون انتربريز مغربيه تتنتج جلد نباتي على في المغرب ان شاء الله وفي الانترناسيونال. دونك جو ريميرسي دابور لادا بور هاد لو بوت كامب اللي تورغانيزا اليوم وعاد الخمسة شهور اللي جايين. دونك حنايا هنايا جينا نقدموا البروجي ديالنا اللي سميتو بيهيف. دونك حنا بحال قدمات غيتا غنصيبوا الجلد من الكاكتوس من الصبار. اختارينا هاد لابلانت حيت كان الي كونسيديري كوم ان اليي pour le réchauffement climatique ou inchallah rahna ghanخدمو معاه في هاد لي ويكاند باش نخرجوا البروتوتيب ديالنا وان شاء الله يكون موجود من على فان ديال هاد البوت كامب ديال اغري يونغ. برنامج اغري يونغ انوفيت المنظم من طرف وزاره الفلاحه و لادا بشراكه مع لونيفرسيتي محمد السادس بوليتكنيك بنقرير. اليوم كان عندنا لو دوزيام بوت كامب في هذا البروغرام اللي غيكون في خمسه اشهر،
Donc, quand on a le workshop avec Monsieur Ali Ben Souda sur la compréhension de l'environnement extérieur de notre projet. زما كيفاش نفهموا معام كنخدموا في لونفيرونمون ديالنا كومسا نقادوا المشروع ديالنا ويكون مبني على واحد لا باز مزيانه. انا المشروع ديالي غلا كيهدف باش انه يديجيتاليزي لا شين دو فالور اغيكول ويغيدوي لي انترميديور اونتر من لا برودكسيون ديال الغله عند الفلاح حتى لا كوميرسياليزاسيون ديالها وتوصل عند لو كونسوماتور. دونك كنبغيو ان الفلاح يبيع بواحد الثمن اللي مزيان وحتى الغله تمشي بواحد الطريقه اللي سريعه وتمشي بواحد الثمن مزيان سواء في النقل سواء في الشراء سواء في البيع. ودونك حنا في غلا كلشي بالغلا حتى لهادي. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.